شو بتاكله كل يوم؟ زيت وزعتر ونعناع هيك اكلنا. ما بتاكلوا لحم فروج؟ لا والله صرنا 3 سنين ما فوتنا بيتنا تقريبا. صار لك 3 سنين ما ناكل فروج؟ اي والله يا عمي. شفناك شايل هالكيس وماشي، شو عم تسوي؟ علمنا لي والله شان عايش امي خواتي، شان حق ربطه الخبز. ليش وين ابوك؟ هي تركنا من زمان. طيب مين بيجيب لكم مصاري؟ مين بيجيب لكم اكل بيصرف عليكم؟ نعيش انا وامي وخواتي، تشتغل امي وبشتغل انا حتى نجيب حق ربطه الخبز. انا بدي اغراض تكون نظيفه وكويسه، ما بدي ادمل بس اغراض وصغار وشخشق على طول بين هالناس والعالم تحكي لي. ما بيريدوا يمشوا معي اني عم اشتغل في الزباله في النايلو. شو بتحس لما الناس هيك بيحكوا معك؟ ولا شيء، بيزعل على كرامتي بحطوا بسكوت. شو بدي احكي؟ ما بحكي شيء يعني.